من النساء يلي بيبادروا أو لا؟ أنا من النساء اللي بيبادروا طبعاً. جريئة أو وقحة تعتبر المرأة يلي بتبادر؟ لا، تعتبر جرأة. وقاحة لما بتتعدى الأمور اللي ما لازم تعملها. في رجال بيقولوا المرأة يلي بتبادر مرأة ضعيفة وبتخسر أنوثتها. بالعكس، نساء مثل ما هو عنده القدرة يقرر، نحن عنا القدرة نقرر. المرأة يلي بتبادر مرأة ضعيفة إنه هذا الرجل ما بده إياها، بتبادر كرمال جرب محاولة أخيرة، لأنه إذا الرجل كان بده إياها هو ببادر وبقول لها. لا بالعكس، ممكن أنا بادر إذا أنا حاسة إنه في طريق لهالعلاقة. ليش ما بدي بادر؟ هيدي جرأة وثقة بالنفس عالية. بأي ظروف أخذت مبادرة؟ بأي ظروف؟ نعم، كنت بحبه لرفيقي وأخذت مبادرة، قلت له أنا بحبك كتير. كيف كان يعني كان في علاقة بينك وبينه قبل؟ قبل إيه أكيد. كيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه بالمطعم. إيه؟ كنا بسهرة وهو مع أصحابه وأنا مع أصحابي وتعرفنا هيك. كيف تعرف كيف هيك؟ يعني إنه من بعيد لبعيد. إيه؟ يعني ما بتعرفوا بعض ولا شيء؟ لا ما بنعرف بعض. مين أخذ أول خطوة؟ أول خطوة حضرتي، عزمته على الرقص. عزمته على الرقص. كيف بدي لك؟ قلت له قوم لنرقص. قال لي على الشرشف هيك، قال لي شوفي خيك الفقير. أنا انصدمت. شو يعني شو كان؟ إجره مقطوشة. استوعبها ما قالوا لك الشباب؟ لا. أنا هون تلبكت وكيف بدي أقول لك؟ إنه إجره مقطوشة، إنه ما أول مرة بشوفها، يعني بشوف شخص مقطش يعني سوري. لبدت سكتت قعدت حده منه من شو ما كذا، قال لي إنه لغة مو عادي. بعد شوي يعني أنا صرت أنا وقاعدة على الطاولة صرت أفكر إنه كيف هيك شاب مثل القمر جوزي، يعني صار جوزي. صار جوزي إيه. وتعاشرنا 3 سنين مع بعض، يعني مثل المرأة والرجال. آخر شيء قلت له تعال أقول لك، كنت مساكنة يعني كنت. إيه إيه. نعم. قلت له تعال أقول لك، قال لي شو؟ قلت له تعال نتجوز. بتوافق إنه المرأة تاخذ المبادرة بالتعرف على الرجل؟ إيه ما أنا أخذتها كمان زيهم. كيف أنت أخذتيها؟ كان جوزي بيجي على العراق، أنا أصلا من العراق بس عايشة بعمان. نعم. فتجوزني بالعراق، بس أنا اللي كمان بادرت في هيك. كيف بادرتي؟ كان بضحك وبمزح بحكي له دمك خفيف وهيك. هيدا من أول لقاء؟ من أول. لا بعديها مرة مرتين ثلاثة زي هيك. نعم. بحكي له دمك خفيف نيال بدها تتجوزك. قال لي ما أنا بتجوز. قلت له نيال مرتك. قال لي طيب. قلت له شو رأيك؟ قال لي أوكي. قلت له أنا كمان موافقة، بس حكى لي إنه حالتي مو المادية مش بزيادة يعني. كيف وقتها قلت له للرجل نيال مرتك ونيال بتتجوزك وإلى آخره، شو بتكوني أعطيتيه؟ شو عززتي عنده؟ بتعزي له رجولته، بتعزي له الإيجو عنده، مرأة عم تجي تقول له؟ إيه طبعاً. وأنت بتخسري شيء بالمقابل؟ لا بالعكس بكون جريئة هيك. وإذا هو ما تجاوب معك؟ لا ما هو أنا شفت أول إشي نظرات من عنده منيحة أو كلام حلو، فمشان هيك أنا بادرت أول إشي. هو كيف بتلاقي الرجل؟ كل رجل بيحب هذا الإشي. بحب ليه؟ بحب كل رجل بحب إن المرأة تبادر؟ إيه بتبادر كل رجل. مش تعميم؟ كيف تعميم؟ مش عم بتعمم، مش كل رجل يعني، في رجال بتحب هي تقدم للمرأة. أنا بعتقد إنه كل رجل بيحب هذا الإشي. نعم. تنتري منه إشارات معينة يعطيك ضوء أخضر معين لا تبادري أم لا؟ بلا يعني إذا ما كنت مأكد إنه الشخص الثاني كمان في إعجاب منه مش هتجي تقله هالشي. إذا هي عم بتقول في إعجاب، بتقولي في لو ما في مني مأكدة إلى حد ما في إعجاب منه، ليه ما بتنطر هي إن هو يجي بادر؟ هلأ كل حدا يعني ممكن هي تنطر بالأول، تنطر شوي. شو صار معك؟ كيف بدرتي؟ هلأ هي كانت مسحة، يعني أنا أخذتها بمسحة، عرفت كيف؟ حسيت إنه هو كان رفيقي، حسيته إنه هو مثل إنه هي لايكس مي، بس ما بده يقول لي هالشي، عرفت؟ فكنا عم نحكي على الأمازون وأنا قلت له إنه don't you like me. هو إنه بس لما أنا قلت له هيك كأنه يعني كأنه ناطرة من زمان إنه أنا أقولها لحتى هو يصير عنده الجرأة ويقولها، عرفت كيف؟ يعني أنت كنت أجرأ منه؟
اكيد. ايه وشو قلتي له؟ انا سالته ايه سؤال dont you like me، وقتها هو قال لي انه بلا، انه مثل انه ما صدق انا خبرته بهالشيء، سالته هالسؤال لحتى هو كمان انه قال لي عرفت. لو قال لك نو عادي بكون انا قلت اللي بدي اياه. شو بتكون خسرتي؟ بالعكس ما بكون خسرت. شو بتكون ربحتي؟ بكون ربحت. شو بتكون ربحتي؟ ثقتي بنفسي بتكون زادت. لما اول شيء شفتها لأمل شو بتتذكر قالت لك؟ احنا كان في يعني علاقه تعارف بين والدها ووالدها. بس شو بتتذكر قالت لك؟ خبرت القصه. ايه اول جمله قالت لك اياها شو هي؟ قالت لي يعني هي يعني هي اللي بدها تاخذك. هي اللي بدها تاخذك. ايه. انت شو قلت لها هون؟ قلت لها انا يا ريت بس متجوز. قالت لي ما فيها شيء. يا ريت قلت لها. يعني دغري ايه ما هو كان يعني في نظرات سابقه. نعم. بس ليه انت ما رحت بدرت؟ ما رحت بدرت لانه انا كنت طالع من كسره زي ما تقول في تجارتي. نعم. فكان والدها صديقي جدا، يعني كان عنده معرض سيارات في العراق، كان صديقي، وكنت انا ايام العز يعني كنت اودي لهم سيارات هناك، وما ضل معي فلوس نهائي. نعم. المراه اخذت المبادره ايضا بالصرف. الرجل هون شو دوره بالعلاقه؟ لا ما هو كان كل شيء يعني في له اسس، يعني احنا على اساس احنا لما صار موضوع الحديث عن الزواج انا فهمت انه انا بالوضع الحالي منك قادر اكثر من ما يعني ما عندي بلوكس. قلت لي سمعتي عن المجتمع كلام انه ببلاش والى اخره، كيف اثر هالشيء على علاقتك انت ورائد؟ صار اي مشكله بتصير بحس انهم بيحكوا صح بالبدايه، يعني اول سنه يعني مشكله عاديه بالدار. شو بتقولي له؟ ما بقول له شيء، بس بحس حالي اني سرعت بهيك شيء. شو مثل شو؟ كيف يعني حسيا شو بتكوني شفتي منه لتقولي تسرعتي فعلا؟ لا لا بحكي لك اي مشكله صغيره بتصير، مو هذيك يعني الاشي الكبير. نعم. حسيت اني سرعت بهذا الاشي هاي بالبدايه اول سنه وثاني سنه، بس بعديها لا. امل بصراحه هلا عم نحكي بالخط العريض، باي ظروف المراه قد تذكر زوجها انه انا بدرت وانا امنت مصاريف وكذا وكذا؟ ما تكون ما بتحبه. ولا مره ذكرتي؟ لا. في شي مرة ذكرتك قالت لك؟ في مرة أنت قلت لها ما أنت تجوزتيني؟ كان يحكي عن إيه عم بقول لك. لا لا استنى شوي اتركيه يحكي اتركيه يحكي. أنت قلت لها ما أنت تجوزتيني؟ مزح بس مش مهم هلا خليه يسمعوا إذا أخذها مزح شو بدك تحكي عنه؟ لا إحنا يعني بعد ما صار الزواج بحوالي سنة صار في سوء تفاهم هيك يعني نقاش، حكيت لها قلت لها طب ما انت يعني هي دشرت انا مرتي ودشرت اولادي ودشرت كذا وتجوزتك ومش عارف شو بعدين تجوزتك انت تجوزتيني يعني انا تجوزتك بناء على طلبك. لو اليوم اجت صبيه لعندك قالت لك علي انت بتعجبني، اول شيء بتضحك، وثاني شيء بلا مستحيل انه يكون في امل لعلاقه بيناتنا حتى لو كانت بتعجبني. اف اول شيء بيضحك علي، وتاني شيء بدك تقرب الميكرو شوي، تاني شيء بقول لها مستحيل يكون في امل عليها حتى لو كانت بتعجبني. مستحيل وحتى لو بتعجبه. كيف هيك؟ لانه رخيصه بنظري. إيه؟ يعني لا يعني اجت لعندي هي يعني انا ما بدي لا. اياها لا 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 ما بسمح لك ما بسمح لك تحكي هيك الا احكيها الا رجندار ما بسمح لك تجي لعندي بقول لها طيب امني حالك مثل ما بنروح نحن بدنا نطلب بده ايه؟ يقول لي بقي امن حالك طيب ايه؟ لما تامن حالها على ال 35 هي تكون جابت شقه او سياره البنت على 35 على 35 جابت شقه او سياره مثل ما بقي بده يتطلب علي انا كعريس انا بدي اتطلب عليها كمان هلا انت مثلا ايه؟ نحن على 35 بتبطل هي المره اللي كنت انتم بتدفعوا فادي البنت ناس نحن عندنا ما في فادي انتبه اوكي هيدا غير موضوع ايه؟ لكن اذا بس ما انت عم تاخذي دوره بالمبادره بدك تاخذي دوره بكل شيء بكل شيء اخذي انا بيت بسياره اولاد مش نس كان هو اجى بس لانه بتعرف ليه كم مره فيها تعمل هالشيء ما قال لي جوزي انت رخيصه انتبه بس انا لما تجي لعندي ما تقوم يعني ما تنقص من حق المرأة بدي احس الشغله لازم اتعب لاخذ هالشيء ما قال لي جوزي انت عم بقول لك الراجل بده بالسهل يعني ما قيمته مش عاليه لازم يكون اجى بالصعب لحس بقيمته لحافظ عليه لا 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 لما انا اجتني بالسهل انا ما راح حافظ عليها اي غلطه منها فيي خلاص
ويلا بقى بتزتها يعني ولو كان عندك يعني بيجي غيرها. هاي الفكره هاي الفكره انت عندكم بس عند المراه لا عند المراه لا مش كل المراه كل عند المراه بتحضن جوزها بتحضن ابنها في مره بالحنان اللي هي بتخليه بتجيبه عندها بتجيبه على الخير ما بتجيبه على الشر اللي بتجي المراه اللي بتجيبه لعندها هل انت راسك شر مليون مره انت راسك من اللي شار. بتجي بتنزل لا 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 انت راسك شر هي على الارض وبدها اسمح لي فيها لا 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 انت راسك شر جاي تطلبه شو بعد ناقص روحي امني حالك وجيبي ماما وبابا لعند امي وشوفي اذا بيقدر والله شو رايك لا جندار غلط كل حديثه غلط ليه ما بعرف حب مين قال لك ما بعرف حب مين قال لك ما بعرف حب لان بيحب شخص بيبادلوا مع بعض اللي بيحب شخص كل إشي بيقدم له المرأة بتفكر بس بقلبها الشاب بفكر بعقله بقلبه ما في شاب بحب وبده يكفي حياته لو انك حبيت ما تفكر انه انا بدي اتجوزها بعدين يعني بدي اعيشها حياة منيحة لما المرأة تجي لعند الشاب يعني هي جاي بس بتحبه وما فارقه معه بس بكره لما تلاقيه ما عايش الحياه اللي بدها اياها بيجي كل شيء حلو بتقول له بدي اتطلق بدي اتركك بعدين تزوجته وطلقها بالاخر تنسيش العصمه بايد الرجال الا اذا كانش رجال واعطاها العصمه مش مادية بس كمان اجتماعيا ما رح يتقبلوه خياليني بس شو عم بتقولي لا عم نسمع خياليني جاي عند امي وقايل لها والله جاي العروس هي واهلها يطلبوني شو رايك شو عم بتقولي بونسوار اسم حضرتك اجيني سوري عقلته من العصر الحجري نعم مين اول شيء مش مشكله هي ماديه اللي عم بتقولها مش اي مشكله خياليني طالع عند امي وقايل لها جاي عروس وامها وبيها طالعين يطلبوني بكره شو بدي يكون ردة فعلها مش مادية اجتماعية منا مادية ماشي وشي ولا رايح عند رفقاتي ولا بكرة خطبتي جاي عائلة العروس شو أجني شو رأيك بكلام في وجهة نظر عم بيقولها علي يعني عم نتناقش فيها هلا انا ولا مره قمت بالمبادره بس حسيت عقليته من العصر الحجري عن جد ليه من العصر الحجري لا ليه لما انا عم دور انه شاب لانه بفكر بدها ترد علي لو اجت المراه لعندك عم بتقول لك ليه ما بتقدر بتاخذ مبادرتها انه فعلا هي الفكره وحب صادق ما عمل لك الفكره اللي بيجي بالسهل انت بتبطل تتمسك فيه لما تيجي هي بصير انا باي هفوه منها ممكن الا باي باي يعني المراه بتجي بالسهل لما تيجي هيك ايه بتكون بالسهل ببطل في سبب لحافظ عليها لابني زواج لانه اجت ما تعبت لاحصل عليها اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.